بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بانخفاض وقدره 4.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,829,143 سهما بقيمة إجمالية قدرها 419,056 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 55 صفقة. كما بلغت كمية الصكوك المتداولة لهذا اليوم 1,433,000 صك بقيمة إجمالية قدرها 1,433,000 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 77.37% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وقد ركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 9.12% من القيمة الإجمالية للأسهم.